أما هلأ هايدي بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع محطتنا الصحية والطبية لنحكي فيها عن الولادة القيصرية. يمكن من أجمل ما أنعم الله على الأنثى هي الأمومة والمشاركة في خلق كائن جميل يملأ عليها حياته، لكن بتمر بظروف صعبة من الولادة القيصرية أو الطبيعية. دائما في اختلاف أنه الولادة الطبيعية هي الأفضل أو القيصرية، في ظروف تضطر من خلال المرأة أنه تروح للولادة القيصرية، والولادة القيصرية إلى عدة طرق، فيها أثار جانبية ممكن تكون إيجابية أو سلبية، في إلى أثار طبية كتير. لنحكي عن هذا الموضوع موسع معنا الدكتور هيثم عباسي، أستاذ في جامعة دمشق واختصاصي في أمراض النساء ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وصباح النور للياسمين، احلى صبايا. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير للجميع، صباح الخير لكل اللي قاعد يسمعونا وللوطن. اهلا وسهلا فيكم دكتور. بدايه، يمكن ايام زمان ايام امهاتنا وجداتنا كانوا يلجؤوا للولاده الطبيعيه دون تردد، لكن اليوم بالسنوات الاخيره فينا نقول صارت اغلب السيدات والصبايا بيلجؤوا للولاده القيصريه. بنشوف السيده رايحه تولد وهي بكامل يمكن اناقتها بكل اريحيه. طيب خلينا بدايه قبل ما نفوت بالتفاصيل ونفرق بين النوعين، نعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالولاده القيصريه. هلا اول شيء خلينا نحدد شغله واحده، انه الحمل هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه، يعني اي اسره بتتبنى حياتها تكمل بده يصير عندها حمل. الحمل هذا عند المراه هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه. صحيح. تنتهي هذه الحاله الفيزيولوجيه الطبيعيه بعد 280 نهار، يعني 9 اشهر و10 ايام، 10 اشهر قمريه 280 نهار، 40 اسبوع. تحدث بعد ال 40 اسبوع هذا نمو جنين كامل ويصير عندنا الولاده. تختلف الولاده من امراه لامراه حسب نوع الولادة، إما قيصرية وإما شكل الطبيعي. طيب يا ترى إحنا بشكل عام هل الولادة إلى مدار أم هل القيصرية إلى مدار أم أي شيء؟ طبعاً إحنا الولادة ما إلنا حنا الحمل حالة فيزيولوجية، فالولادة حتكون حالة فيزيولوجية. صحيح. لكن مع تطور العلم زادت طرق الحديثة هي لتسهيل أمور الولادة. لكن هل هي الولادة القيصرية هي المخرج الحقيقي للمرأة؟ طبعاً هون إشارة استفهام كبيرة كثير كثير كثير. للأسف الشديد في كثير أخطاء عن ترتكبها السيدات، أو مو خطأ مقصود أو غير مقصود، أحيانا أطباء بيستجيبوا لطلب الامرأة بإجراء القيصرية. هلا القيصرية شو هي بحد ذاتها؟ القيصرية هي أول عمل جراحي تم على المرأة لصالح الرجل. أحد القياصرة كان مشان بده يجي ولي عرش عنده، فصعب كان عنده يصير الحمل. بالأخير قالوا له الحمل هذا عند المرأة هو بجوز على الأغلب ذكر، فتم فتح البطن وإخراج الجنين وتوفت الأم طبعا. فهي أول قيصرية، ومن هون إجى الاسم قيصر قيصرية. بالثمانينات عام 1890-1850 بلشت تشتغل القيصريات بشكل أوسع فأوسع، لكن الوفيات كانت عالية لأنه ما كان في مواد مضاد الالتهاب لحماية المرأة. حتى عام 1950 بلش الانتشار بشكل جيد. طيب القيصرية شو فادتنا نحن بشكل عام؟ القيصرية فادتنا انه خففت من الوفيات الوالدية. صحيح. يعني نحن كان وصلت احيانا تكون وفيات تتجاوز 50% من عند الحوامل. مشان هيك حتى كان في عادات قديمة واقوال قديمة تقول انه المرأة بعد الولادة طائرة ابرة مفتوحة 40 يوم، لانه كان اي ولادة يصير فيها اختلاط توفى فيها المريضة لا سمح الله. فأجت القيصرية هي عبارة عن منجد للمرأة ومنجد للجنين. بس يا ترى القيصرية هل هي الحل؟ طبعا هي حل مؤقت وليس دائم. خلينا نحكي عن جزئية حل المؤقت قبل ما نفوت بتفاصيل أنه صارت خيار أسهل للنساء، لأنه في تحميل كتير كبير للمرأة أنه هي تبحث عن الأسهل، لأنه مجرد هي الخوض بمرحلة الحمل وكل ظروفها هذا إنجاز بتقوم فيه. قبل ما أروح لخيار أنه هي صار حل للأسهل، خلينا نحكي عن حل اضطراري. يعني المرأة اليوم ما فيها تولد طبيعي، راح تولد قيصري، شو هي الحالات اللي بتضطر تتجه إلى القيصري؟ وخلينا نحكي عن آثارها، لأنه حتى الولادة القيصرية في استسهال بالتعاطي معها، لا هي توازي الولادة الطبيعية، وفي ظروف بتمر فيها المرأة فعليا كلياتها بيولوجيا صعبة. طبعا مثل ما حكيتي انت هلا، الولادة الطبيعية هي الشكل الفيزيولوجي الطبيعي. يجب ان نلجأ لشغله تدخل جراحي عندما لا نستطيع التدخل بالشكل الطبيعي. طب ما هي الشروط التدخل من اجل القيصرية؟ هي أول شيء أن يكون المجيء، يعني وضع الجنين للخروج، غير مطابق لأشكال الطبيعية، يعني مقعدي معترض أو ما شابه ذلك. الموضوع الثاني إذا كان في عنا أورام على الرحم.
إذا كان مجرى على الرحم أعمال جراحية ما قبل الحمل، إذا كان في عنا عدم تطابق جنيني حوضي، يعني الحوض ما بيتطابق أحجامه مع الجنين، فهون تيجي عملية. طبعا في كتير أمور، بس هدول الاصطبابات المطلقة، يعني هدول ما في مزح بالمرة، هدول المعترض، المجيئات غير متطابقة، الأورام الليفية، عندك الجراحة، هي ما في مجال مناقشة. لا بتأدي لو يعني ما في مجال، لأنه هم بدنا نتوقف المريضة إذا ما فتجرى القيصرية بهالحالة هي. أما في عنا اصطبابات نسبية، الاستطبابات النسبية مثلا يكون عندنا نحن أصغاء الجنين لساعته ما ملتزم، أو مثلا في صعوبة بالتدخل أو كذا، لكن هي استطبابات مؤقتة، يام تتحول إلى استطباب مطلق أو بس يتم الولادة. طيب القيصرية بشكل عام إلى أخطاء، إلى مشاكل، مثل ما حكيتي عم تستسهلها الناس. طبعا نحن الولادات، في جملة بتقلك أنت ولدتي قيصري ما ولدتي طبيعي، ما شفتي الألم. لا، في ألام قاتلة بالولادة القيصرية، يعني هي في ألام، بس يا ترى القيصرية هل هو حل؟ حتى الجرح كمان ممكن. نحن هون المشكلة أنه نحن عدد القيصريات اللي عم نشوفه هذا غير طبيعي. يعني المرأة الحامل بإمكانها مثلا تلد 2-3-4-5، ما بعرف يعني حسب كل شعوب إلى منطقتها، بس الولادة الطبيعية بجوز إذا زاد العدد أكثر من الحد الطبيعي بجوز تؤدي إلى اختلاطات، بجوز بالهبوطات ما شابه. أما القيصريات، كل ما زاد عدد القيصريات كل ما قربنا نحن من خط الخطر على الأم. يعني نحن للأسف الشديد تجينا مثلا واحدة صارت عاملة 4-5 قيصريات، وإحنا 90% من هدول عم ندخل نستأصل الرحم بعدين، لأنه القيصرية كل ما زاد العدد صار في ندبات غير صحيحة على الرحم، وندبات غير صحيحة على الرحم حتى تؤدي لارتكازات غير صحيحة للرحم، وحتى ارتكاز الجسم خلال فترة المخاض وفترة الحمل غير طبيعية. وفي حال إجراء قيصرية واحدة عند المريضة، إنه تعمل ولادة طبيعية بعد من النادر، صحيح، خاصة إذا كان من أحد الاستطبابات الحقيقية، فمسير من النادر، فهي معناتها دخلت بمحاولة دوامة للقيصريات. ولادة طبيعية، ولادة أخرى قيصرية بسبب ظرف ما. يعني أنت إذا صار قيصريتين ما عاد في مجال للولادة الطبيعية، وإذا كان في قيصرية واحدة كتير بده يفكر الطبيب إنه يشتغل قيصرية ولا ولد طبيعي، لأنه بجوز بعد ما تولد المريضة طبيعي بالولادة القيصرية السابقة يضطر يعمل يفتح البطن ويسكر الندبة كمان. يعني احنا هون في عنا اختلاطة، فهل بتلجأ للقيصريات يجب أن يكون في عنده وعي وإدراك أنه في عدد محدود من الأعمال الجراحية. للأسف الشديد احنا في مجتمعنا هذا بعتبره أنا جهل. طبعا الأطباء اللي نحاول احنا خلال الجامعة نزيد التوعية أنه الحد الأقصى 3 قيصريات مثل دول العالم كلياتها، وبعد 3 قيصريات يجب أن تربط المريضة أنه ما يصير في حمل. للأسف الشديد نحن بتلاقي عنا إمكانيات هائلة إنه عن قيصريات عم تنزل عدد كبير، مثلا بتلاقي مريضة عمرها 23-24 سنة سوابق 5 قيصريات. طيب هاي السوابق 5 قيصريات شو اختلاطات عندها؟ إذا صار اندخال بالندبة، إذا صار في عندها انفتاح بالندبة، إذا صار ارتكاز مشيمة معيب، حتدخل بقيصرية. هو تغيير تحديد أحيانا بيقولك كمان الندبة، يعني طولي أو عرضي ما له علاقة، ولا ممكن تقي شوية أخطاء؟ لا، حكينا لحنا بالأساس متى نختار القيصرية. المجيئات المعيبة هو المعترض، المقعدي، القدمي، شو اسمه، المائل، العرطل، هي استطبابات مطلقة ما في مجال للقيصرية. بس نحن نحكي عن الندبة، يعني أحيانا هلأ الندبة هي بيلجأ الدكتور لتخفيف مثل ما قلت بعض الاختلاطات، أنه ممكن الندبة طولي أو عرضي مشان فتح الرحم يكون مختلف، ما نرجع نفتح نفس الندبة. لا، القيصرية سابقا كانت هي ندبة علوية. هاي الندبة العلوية هي إلى مشاكل كتير، يعني فتح طولاني تمام، بس هي له مشاكل كتير كتير كتير، وهي اختلاطاتها كتير، فصارت بعد العام 1970 تراجعت بشكل، وصار فتح عنا بالسفلي بشق في نستيد من تحت تمام على القطعة السفلية. هي هون ارتكاسها أقل على الجسم وتندبها ما فيه مشاكل مثل التندب العلوي، صحيح. بس المشكلة إنه هذا لا يعني إنه في عنا عدد مفتوح. يعني نحن نوصل بنص من الأخير إنه هالعدد هذا هل بإمكاننا نسوي قيصرات، هو عدد محدود وليس مفتوح. وكل ما حد أقصى 3 لازم، أكثر من هيك على نحن عم نجينا على المستشفى 4 و5 و6، وللأسف شديد أحيانا المريضة بتنفد. بس في مرضى تلاقي مثلا عمرها 23-24 سنة سوابق 4 قيصريات، شلنا لها الرحم. ليش؟ لأنه عنده ارتكاز مشيمة، والمشيمة مندخلة واصلة للمثانة. بهالعمر الصغير هذا مشكلة. مشكلة. فاحنا حتى بلشنا بالقيصريات يجب أن تكون الأم واعية إنه مثلا أنا بدي أجيب 3 أطفال وخلاص، مو إنه مفتوح الطريق. يعني القيصرية إجت منجات للأم وليست وبال عليها. للأسف الشديد أحيانا بنشوفها هي وبال على الأم، إنه مثلا إجا مثلا 4 بنات 4 قيصريات، لسه بده صبي، طب لأيمتى؟
يعني لا تأخذني كلمة، يعني هذا الموضوع غير صحيح. تكرر عدد القيصريات وزيادة عدد يزيد اختلاطات الوالدية بشكل كبير. يعني نحن القيصرية بالأساس تم إعلانها والشكل فيها مشان نخفف من وفيات الأمهات ونزيد الاختلاطات. يعني نحن عندنا ما في إحصائيات واضحة، لكن للأسف الشديد اختلاطات شديدة. اختلاطات، أنا امبارح كان عندي مناوبة واحدة عمرها 23 سنة سوابق ثلاث قيصريات، امبارح كان عندها اندخال بالمشيمة، شلنا الجنين وشلنا الرحم بعد منه. يعني هلا هي مثل هي صارت مشكلة هي بالنسبة لها. فالأسف الشديد عدد القيصريات يجب أن يكون محدود، ويجب واعي عن المرأة تكون واعية أنه هذا العدد يجب أن لا يزيد عن عدد معين. صحيح. بالدول الأوروبية عن ثلاثة ما بيطلع إلا عنا هون أربعة وخمسة وستة للأسف. فعلا يا دكتور، يعني في كتير من الصبايا أو السيدات ما عندهم يمكن هالوعي بالموضوع. اليوم بتلاقيهم بيحتاروا عطول إنه شو بدنا نلجأ، للولادة الطبيعية أم القيصرية؟ لكن مثل ما ذكرت لازم يكون في انتباه أكثر ودراسة الحالة. طب خلينا ننتقل ونحكي شو هو العمر المثالي للحمل. هلأ نحن بشكل عام نقسم العمر الفيزيولوجي للمرأة على شكل التالي: من 18 ل 25 هو أفضل من فترة ولادة طبيعية، فترة حمل وولادة، مش عم نقول طبيعي، فترة حمل وولادة. رح يزعلوا منا كل الصبايا هلأ يزعلوا من 25 ل 35 على الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي كله فوت. يعني نحن عم نحكي تركيب الفيزيولوجي البيولوجي للجسم. من 25 ل 35 صارت هي المرحلة الثانية. صحيح. وبعد ال 30 تدخل هي بمرحلة إنه صار بسموها نحن مسميها خروس هرمي، يعني هي كبيرة شوي بالسن. 35 وطالع مسميها خروس عالية الخطورة. يعني هالتقسيمات العلمية هي حسب ارتكاز الجسم، الجسم له تركيب معين بكل جيل وبكل زمن له مواصفات معينة. طبعا هذا الموضوع كتير، أنا وقت كنت دراستي خلال دراستي بأوروبا هذا الموضوع كان فيه لغط كتير، لأنه كل ما ازدادت ثقافة المرأة وكل ما ازداد تطور المجتمع هذه المقاييس تبعد عن الواقع. صحيح. للأسف الشديد. فنحن ما لازم نحط هذا انه مثلا المراه ما بصير تدرس، لا هذا غلط. انا مع انه ناخر الولاده والحمل بس نحدد عدد الحمول. تحديد عدد الحمول، يعني نحن بشكل عام مثلا تجيكي زوج وزوجه بدهم يجيبوا مثلا الولد الخامس والسادس والسابع، وتلاقي عندي ناقشك مثلا بسعر الدواء او بامكانيات كذا وما شابه ذلك. طب اذا هذا بدك تجيب طفل انت بالعدد رقم خمسه او سته، بده مصاريف اكيد، بده مصاريف بده كذا. يعني للاسف الشديد نحن هذا المفهوم الغير صحيح. يعني انا مع المقوله انه الانسان لازم يكون دراسه علميه للاسره لتحديد الطفل وكذا الى اخره. طيب ختاما خلينا نحكي بعض النصائح المهمه لكل امراه اليوم هي مقبله على الولاده، ان كانت قيصريه او طبيعيه. خيار القيصريه مثل ما قلت له يعني اطبابات مختلفه لاجراءها، ويمكن كل الناس اللي عم يتابعنا فعليا عم نحاول نسلط الضوء على مواضيع مهمه يستفيدوا منها، نقاط اساسيه ممكن يرتكزوا عليها. اول شيء على الفتاه بشكل عام، مو بس على المراه المتزوجه، على الفتاه ان تراعي صحتها، لانه هي في عندها مجهود شهري يغير من فيزيولوجيا جسمها. فيجب ان تتزوج الفتاه تكون جاهزه لعمليه الامومه. اثنين، يجب ان يكون انجاب الطفل مبرمج، يعني ليس محض صدفه. ثلاثه، ان تكون هناك امكانيات فعلا ماديه حتى تبنى هذه الاسره. ثلاثه، الاختيار الصحيح لفترة الحمل والأغذية الصحيحة حتى يكون عندنا جنين سليم وأم سليمة، لأنه نحن كل نقص بالتغذية عند الأم يؤدي إلى نقص عند الطفل ويؤدي إلى مجموعة وأمراض عصبية ووعائية عنده. الموضوع الأخير هو اختيار الصحيح لإنهاء الحمل، وهذا يتم عن طريق طبيب هو الذي يختار طريقة الولادة، مو الرغبة والله بالقيصرية. فأتمنى أنه كل مرة وقت تولد بالطريقة الصحيحة المناسبة لجسمها وليس الكيفية. والأخير نتمنى لكل أمهات النجاح والنجاة والولادة الطبيعية، وإذا اضطرت الولادة القصرية والله يبي. أكيد. يعني بالختام دكتور هيثم عباسي أستاذ بجامعة دمشق واختصاصي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم، بنشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. وفعلا شعور الأمومة يمكن أحلى شعور، الله يطعم كل مشتهي يا رب، وأكيد السلام للجميع. شكرا لكم كثير وعلى البرامج اللي عم تضووا فيها فعلا على نقاط حساسة، الله يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور، وأكيد بتمنى الصحة والسلامة لكل الناس.